خير من جديد مشاهدينا، ومن هذا التقرير طبعا اللي بيوضح موقف من المواقف الانسانيه اللي بيقوم فيها الاردن، واللي دائما عودتنا طبعا مملكتنا الاردنيه الهاشميه على مواقفها الانسانيه الى مبادره اردننا بخير. واكيد اردننا بخير طول ما في اردنيين واردنيات بيحبوا الاردن وبيهتموا اكيد بالاردن. اليوم معنا نشميه ورود الخصاونة. طبعا ورود هي أردنية مغتربة بالإمارات وقامت بمبادرة أردننا بخير. أردننا بخير هي مبادرة بتسعى يمكن لتحويل الأردن إلى أكثر جمالية، يمكن زراعة أشجار، إيقاف السلوكيات السلبية اللي عم نشوفها نوعا ما من قذف النفايات، من خلينا نقول كثير من الامور اللي ممكن انها تاذي بلدنا. طبعا يعني ورود هي مواطنه وحملت مواطنتها للامارات ورجعت تقدر تقدم للاردن شيء، بدنا نصبح عليها ورح نعرف تفاصيل اكثر عن هذه المبادره. صباح الخير ورود. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي. يعني احنا دائما بنقول المواطن مش هو بس اللي عايش بالبلد، المواطنه والانتماء والولاء والحب بيحمله الشخص وين مرحل وين مسافر، وهذا الاشي يمكن اكيد موجود فيكي زي كثير من الاردنيين المغتربين. فاهلا وسهلا فيكي يعني بالاردن. بس السؤال اللي بدي اسالك اياه، يعني شو اللي استفزك خلينا نقول لتطلقي مثل هاي المبادره واللي خصصت لها ايضا مسابقه وجوائز كمان؟ اول اشي صباح الخير لك. صباح الفل. وصباح الخير للاردن. صباح الخير لكل الاردنيين. صباح الخير طبعا لجلالة الملك عبد الله الملكة رانيا، ويسعد صباحكم جميعا. هو ما استفزني يعني بمعنى الاستفزاز، هو بمعنى الغيرة. يعني أنا عايش بالإمارات وبالصيف هيك كنا بجولة سياحية بأكثر من دولة، فلما إجيت على الأردن أنا وأولادي شفت يعني زي ما حكيتي من السلوكيات والعادات اللي يعني عن جد انه هيك حسيت انه ليش يعني هون بالاردن بتصير، وفي منها نفس الناس اللي عايشين هناك كمان، يعني عارفه مثلا ملتزمين في هناك وهون في سيارات شفتها مثلا من اللي ممكن هاي فعلا استفزتني، اني انا كنت ماشي بالشارع سياره رقمها دبي، وانت هناك ما بتتصرف هالتصرف، افتح شباك السياره وكان بزت ما قدرت اخذ اللقطه، مع اني يعني حسيت للحظه اني ممكن بدي انزل من السياره على فكره واوقفه واحكي له ليش بتعمل هيك. هناك ما بنعمل هيك، يعني هو اردني جاي زياره هناك مستحيل انك تتصرف هيك، ليش هون هيك؟ ليش بالشارع فتحت شباك السياره وتصرفت بالطريقه هاي؟ زرت قبل فتره كمان، اجيت انا وزوجي، انا زوجي اماراتي وكان معنا كمان مجموعه من الاماراتيين، اخذتهم جوله هيك، حبيت اخذهم جوله سياحيه اعرفهم على البلد، اخترت ام قيس لانها قريبه شوي على بيت اهلي، يعني كانت زيارتنا قصيره كثير تقريبا يومين بس، فكثير كمان زعلت انه هي منطقه اثريه وانا بذكرها واحنا صغار كثير، كانت يعني كثير حلوه، كانت في كثير يعني كميه من النفايات هناك بطريقه يعني عن جد انه انا زعلت عليها، فرجعت على الامارات والموضوع شاغلني فعلا يعني، وحاسس انه بغيره، ليش يعني ليش انا رحت اكثر من دوله ما في هاي الظواهر بالشوارع امام البيوت بالشوارع العامه حتى بالمنطقه السياحيه اللي هاي يعني عندنا يعني احنا بنعتز فيها، وبيجيوها الضيوف، يعني اعتبرت حالي انه ها بيتي وانا هذول الضيوف معي، يعني عرفتي؟ طب انا بس بدي اسال ورود شغله، يعني رح اكمل على هذا الموضوع والتفاصيل اللي عم تعطيني اياها لانها عن جد مهمه، بس هيك برضو انا بشغلني سؤال، ليه يعني بالذات عم نحكي كاردنيين ممكن نلتزم بدول اخرى وما نلتزم هون؟ ليش؟ لانه في غرامات، في مخالفات، هذا في خوف؟ انا لما اجيت هلا جبت تقريبا احنا كوننا افريقيا على مستوى المملكه، لما اجينا طبعنا الفيست فانا بنفسي رحت وزعته على كل المملكه، يعني رحنا الكرك والطفيله ومعان والعقبه وجرش وعجلون واربد والرمثه، يعني ما كل المناطق وزعت عليها الفستات، وكنا نجتمع مع الأفريقة هناك، وفي مناطق اجتمعت مع رئيس البلدية يعني على أساس أنه يساعد الأفريقة وكذا، كانت يعني كثير أخذتها أنا من الناس اللي هناك أو من الشباب والصبايا اللي مشاركين معي، أنه إحنا اليوم راح ننظف،
اوكي واشتغلنا معك وبالمبادره، بس واحنا عم بننظف عم بكب وعم 100% هذا السبب. فليش ما في شيء عقوبه او غرامه او اي شيء تنفرض على هاي الناس اللي بتتصرف هاي التصرفات؟ يعني هذا السؤال حتى انا وجهته لنفس البلديات، يعني انه حتى بالامارات او اي دوله ثانيه، مش انه الناس هيك بس لحالها، كل شيء له ضوابط، وبدون ضوابط ولا شيء بصير. فحتى يعني عندنا بالامارات في ضوابط كثير قويه مخليتنا نكون هيك. فهذا السؤال بصراحه توجه لي من اصلا من الافريقه كلهم، انه ليش احنا بننظف؟ وفي منهم على فكره اللي يعني اصلا اشتركوا معي اصلا هم مبادرات، يعني في منهم اصلا عندهم مبادرات مش بس مبادرتي، يعني هم اصحاب مبادرات وشغالين في منهم من اول قصص التنظيف، بس يمكن كانوا على مستوى منطقتهم مدرستهم اشياء بسيطه، عرفتي؟ ويمكن امكانياتهم كانت ما تسمح انه يعملوا شيء اكبر من هيك، بس الكل كان بيحكي انه ليش احنا بنشتغل وغيرنا على طول بنفس الوقت يمكن بكب النفايات قدامنا، او مش محترم حتى تنظيفنا، او اليوم نخلص المنطقه يومين نرجع بنلاقيها نفس ما هي. فيعني هاي كانت اصلا انا اخذتها من كل يمكن محافظات المملكه النقطه، انه بطالبوا انه فعلا يكون للناس اللي مش حابه انها فعلا هي تلتزم، او مش او ثقافه النظافه هاي مش عارف يعني كدين مش واصليتها، او انها مش حاسه بحبنا هاي اللي احنا عايشينه اصلا للوطن وبدنا اياه اصلا يكون يعني بالعكس بصوره افضل من هيك. فليش ما في مجموعه من الضوابط فعلا انها تلزمهم؟ يعني هاي طالبوا فيها اصلا الجميع المحافظات اللي انا زرتها سواء من الافريقه حتى في يعني من البلديات حكوا نفس النقطه، انه ما في يعني ممكن يكون عندنا هاي الضوابط اللي احنا نقدر نشرعها لحالنا، لازم تكون من مكان اعلى. في منهم حكوا انه مرات بيكون في ضوابط بس مشكلتنا انها ما بتطبق على الكل، مما بيخليها انها تضيع. فيا ريت انه يكون في هيك شيء. يعني اوقات كثير تعرفي ورود، هلا رح نحكي اكثر بتفاصيل المبادره وايضا المسابقه، ولكن اوقات بحكي الواحد يعني هذا المكان كانه بيته، يعني كل واحد فينا هل بيتنا بالعكس عفوا يعني بيرمي النفايه ببيته؟ لا ليش؟ لا اكيد طبعاً. بالمكان المخصص صحيح، والسلوكيات الواحد بشوفها واحنا بنعيد وبنكرر دائما، اللي بيزت مثلا من الشباك اي نفايه، طب كثير سهل لو خلى كيس جنبه، يعني مش صعب الموضوع، مش محتاج. لا. يعني اوقات كثير بقولوا لك في اشياء بتحكيها انها بدها ماديات كبيره، بالزبط. انا مش عم نحكي بماديات، بالزبط. عم نحكي حتى الشخص البسيط بيقدر يخلي كيس يحط فيه النفايات او اي شيء ممكن ياكله او يشربه بالسياره. بالضبط هاي النقطه نفس الشيء تناقشناها يعني كثير، انه كانوا مثلا في جزء من الناس يحكي لي انه ما مأمن حاويات كثير بالشوارع، كنت احكي لهم انا رحت اليابان ممنوع وجود الحاويات نافع. لانها بيعتبروها يعني شيء مش لائق انها تكون بالشوارع، بس كل واحد ماشي لازم يكون كيسه معه، طالع مشوار طالع اي مكان كيسه معه، اي شيء بحطه بكيسه لغايه ما يرجع بيته، والنفايات يعني هناك اللي مخصص انه يكب النفايات. فهي مش صعبه فعلا نفس ما انت قلتي، يعني لو كل واحد بس كيسه معه، لو كل واحد نظف قدام بيته، لو كل واحد قدام محله، لو كل اهل الحي التزموا بالشارع بس تبعهم، خلاص يعني هاي الظاهره اللي صارت كثير، يعني بصراحه صارت اكثر من يعني اكثر من اول واكثر من السنه يمكن الماضيه، يعني حتى انا التقطت كثير صور وفيديوهات يعني كثير، يعني شيء عن جد بيخلي الواحد يغار انه على بلدنا. صح. ولا بالعكس يعني رفضتها كثير، انه ليش لا، يعني خاصه لما عم تحكي عن المناطق السياحيه، يعني قبل شوي ذكرتي قلتي زمان لما كنت رحت على ام قيس ما كان الموضوع هيك، وانا لا بتذكر لا يعني كثير هيك. من المناطق ما بقدر اذكرها هلا من المناطق السياحيه اني اروح، بتذكرها بذاكرتي، ذاكره الطفوله او ذاكره يمكن ما كنت اصغر، انها كانت منطقه جميله ولساتها جميله، لكنها للاسف مغطيه بأكياس بلاستيك وكاسات، ويعني أكياس البلاستيك، علب الكولا، كاسات القهوة، علب الوجبات السريعة، يعني متناثرة بطريقة يعني تشويه للمكان. تشويه للمكان بطريقة غريبة بالشوارع قدام المحلات حتى قدام المطاعم. صح. يعني اللي هي المفروض إشي يكون نظيف. ففعلا فعلا يعني أنا هاي الظاهرة كثير يعني حسيت أنها المشكلة، حسيت أنها بتزيد ما بتخف، يعني مرة على كل زيارة باجيها بحس أنه صارت خلص صارت كثير، يعني لدرجة أنه صارت هيك أكوام. يعني حتى بذكر احنا كنا ساكنين هون وعشنا 20 سنه بالاردن، انا بذكر جدي واحنا صغار كان ينظف الحاره، كان ينظفها كلها من اولها لاخرها، وحتى لما كان يصير في زي هيك امطار مرات تسكر المي،
ذكروا كان يلبس هيك اسود ويفتحوا اللي هو الشباب الحاره يفتحوا هاي وما يخلي، يعني يوميا كان في تنظيف. المغرب بتلاقي كل هيك النسوان كان بيطلعوا من بيوتهم وكل واحد بنظف قدام بيته والناس بتنظف. ليش طيب هلا هيك يعني بطريقه يعني قدام للأسف. البيت طب هذا بيتنا يعني انسى الحكومه اكوام الزباله والزباله مفتوحه يعني ليش صح. بصراحه هاي ظاهره لازم تخلص. في طبعا كثير انه حكوا لي انه انت شو جاي تعملي لا بس حكيتهم لا بديش انا بدي احاول لا مش بدي احاول بدها تنجح لا مش بدي احاول وبعرف رح تساليني انه هالمبادره رح تخلص ورح يرجع الحال كما حكوا لي الكل لا فهي هاي مش المبادره انا حطيت تقريبا 10 مبادرات على مستوى سنه كامله نركز على هالموضوع بس كل واحد تركز على يعني الاكثر على شيء. طب احكي لنا شوي عن المبادره وعن المسابقه ورود تحديدا وبعد هيك انا راح اسالك كمان اكمل شغله. هلا هي كانت فكرتها مسابقه اكثر من مبادره. ليش مسابقه؟ مسابقه لاني حاولت اول شيء من الزعل انزل بوست يعني زي عتب وتوعيه انه احنا مثقفين ثقافه يعني النظافه من الايمان اماطه الاذى صدقه. فلقيت فورا كانت الردود على البوست شو الحكومه الشعب الشعب الحكومه فبلش هاد كل حدا بحط الحق على حدا فبلش هاد جدال. فانا يعني انا اصلا يعني اصلا شغلي بالتعليم تقريبا فلي 17 سنه بالتعليم وهلا التعليم تقريبا يعني خلص التلقين هذا خلص. فحكيت انا لو اضلني بنزل بوستات توعيه ما راح يجيب نتيجه ولا يعني على الفيس ولا على وسائل التواصل ولا سوشيال ميديا انه ننظف ونثقف فخلينا نعمل شيء يحفز. ففكرت فكرة مسابقة نحط لها جوائز مالية ونحكي إنه أحلى يعني أو أكثر فريق بنتج أو بيعمل إشي ملحوظ هو اللي رح يأخذ أول 3 جوائز. ففكرت هيك بالفكرة وفعلا يعني قررت إنه كيف تكون فور. أنا بصراحة بس أعلنتها على مستوى السوشيال ميديا تبعي البسيط يعني بس ما توقعت إنها بصراحة يعني تكبر بهاي الطريقه. ليش؟ انه اللي عجبني اكثر انه الناس نفسهم انبسطوا على الفكره. يعني كثير من اللي معي بيحكوا احنا ما بدنا جائزه احنا مبسوطين اصلا أحلى. يعني انا تقريبا كل الشباب او البنات اللي اصلا مشتركين بالمبادره اغلبهم سمعوني كلمه ما بدنا جائزه احنا فعلا يعني بدنا نشارك بدنا يتغير الوضع بدنا الاحسن. يعني انت جاي غيرانه من الامارات واحنا هون بدنا جائزه لا احنا يعني معك. بقول لك في منهم اصلا هم عندهم مبادرات بسيطه وبجننوا يعني لقيت كثير مجموعات شبابيه عاملين مبادرات ووروني الفيديوهات بس يمكن زي ما قلت لك لانه امكانياتهم او بيشتغلوا مناطق بس بسيطه او عددهم بسيط فمش عامل مش قادرين يعني يغيروا صح. فهي جت فكره المسابقه من هون وكانت يعني اتوقع انها ان شاء الله احلى. النتائج ب 16 بدأنا احنا الحمله من يوم رتبنا الافرقه سوينا ابلكيشن للتسجيل سجل كثير سجل ناس كثير يعني حتى ما قدرنا انه نصير نتواصل مع كل اللي سجلوا. تقريبا اشترك معنا لغايه الان 103 فريق على مستوى المملكه. في فريق معه 50 في فريق معه 20 في فريق معه 200 في فريق جاء يعني في والحلو بالموضوع طبعا اللي اكثر شيء انا يعني بسطني انه الحكومه الجهات الحكوميه تعاونت معي كبير وتلقفت كبير. الفكره كانت برحاب الصدر انا حتى ما توقعتها يعني توقعت اني مسوي شيء كثير بسيط هيك يعني لا ورود بالعكس يا وزاره التربيه والتعليم فورا انه نشروها لكل المدارس وهلا يعني المدارس كلها عم بتحاول انها تتصل فيي وتفهم انه شو الفكره وبيطلعوا الطلاب يعني بالعكس هاي كانت الفكره اكثر يعني حماسا لانه كوادر بشريه اكثر يعني شو ما كانت الافرقه مش زي مدرسه واحده لما يكون 200 طالب وكمان العمر هذا الطلاب بالعكس هم الاحلى انه بنزرع فيهم الفكر انه احنا طالعين بننظف مش غلط مش عيب. هذا انا كان اللي كنت بدي احكيه قبل شوي تعليقا بس يعني يمكن وقتنا انتهى بس انا بدي اشكرك كثير على شكر على واجب يعني ها وطني بالعكس بس اكيد طبعا يعني وما في حدا بيقلل من هذا الحب بس انك انت بادرتي وامتي في ناس كثير بتحب تحكي مره ومرتين وثلاثه انا بحب الاردن بطريقه مش طبيعيه مش عشان الهوى عشان انا بحبها كثير وتحيه كثير كمان. يعني بحبها كثير عرفتي يعني لو تشوف البيت العلم التاج هذول يعني شيء لازم يكون الموجود دائما بالحياه ومع الاولاد بكل حياتنا يعني هاي من تعبير هيك عن الحب وقلت لك انا يعني مش هاي المبادره بس
بحيث انه عن جد نفسي بالعكس كل الشعب يشارك. صح، ان شاء الله كل الشعب بيقدر انه يشارك وتقدري انك فعلا تقومي بتعديل كثير من السلوكيات السلبيه اللي عم نشوفها. بدنا نشكرك ورود خصاونه، الجائزه قيمتها الماليه يعني كمان مش قليله، بس اكيد كل الاشخاص اللي عم بيشتركوا انت كنت سعيده لانه مش بس بغايه الماده، بغايه انهم يحاولوا انه فعلا يعدلوا من الاردن. تحيه لزوجك اكيد كمان لانه اكيد كثير دعمك يعني، حتى جاي معي وبلف معي كل المحافظات وانا وياه بنوزع فست. يعطيكم الف عافيه، الله يعافيك. ان شاء الله دائما اردننا بيكون ممكن بخير. بس من خلال البرنامج اوجه الشكر لوزاره البلديات طبعا، فعلا لانها يعني كثير كانت كثير كثير تواصلوا معي وساعدوني ودعموني لدرجه انه اي وقت برن عليهم على المهندس عبد الفتاح على التليفون بتصل باي بلديه رافضه تتعاون. شكر لوزاره التربيه والتعليم كثير، أكيد. وزاره البيئه، في كمان من الاعلاميين عن جزء قناه روتانا كثير كانوا وطنيين جدا، اكيد كل الجهات اكيد اللي دعمتكم. واتمنى يعني من الجميع الشركات طبعا، المقتدرين الاردنيين ان الكل يساعد أكيد. يعني هاي بلدنا طبعا اكيد. ان شاء الله دائما الاردن بيكون بالف خير. شكرا لك ورود، اهلا وسهلا فيك. الله يسعدك، يعطيك الف عافيه.